استقبل وزير الخارجية سامح شكري دكتورة أفنان شعيب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية حيث شدد شكري على دعم مصر لجميع الجهود التي تهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية المنظمة وإكسابها القوى اللازمة للنهوض بالمرأة وتعزيز انخراطها مع نظيراتها على المستويات الإقليمية والدولية لإثراء نشاطها كما جدد دعوته لدول الاعضاء في منظمه التعاون الاسلامي للانضمام الى منظمه تنميه المراه والاستفاده من جميع برامجها وانشطتها في مجال تمكين المراه